الجزيرة المثالية The Greatest Possible Island. واحد من أوائل الاعتراضات على الحجة الوجودية قدمه زميل أنسلم الراهب الفرنسي جانيلو في القرن الحداشر. جانيلو طرح عدة اعتراضات على الحجة، لكن أكثرها شهرة كان اعتراض قائم على تصوير أعظم جزيرة ممكنة. تخيل فكرة جزيرة مثالية، جزيرة كان لها وجود لكن البشرية فقدتها. طبقا للمنطق اللي استخدمه أنسلم، من الممكن أننا نطرح الجدلية كالآتي: واحد، كل البشر قدر على تصور وإدراك جزيرة مثالية لا توجد أي جزيرة أخرى أعظم منها. اثنين، إذن الجزيرة المثالية لها وجود في العقل بمجرد أن سمع عنها الشخص سواء اعتقد في وجودها أو لا. ثلاثة، من الممكن استيعاب وجود الجزيرة المثالية في كل من العقل والواقع. أربعة، أن توجد في الواقع أعظم وأكبر من أن توجد في العقل فقط. خمسة، إذن الجزيرة المثالية لا يمكن أن تكون فقط في العقل. ستة، وبالتالي الجزيرة المثالية توجد في الواقع. الاستراتيجية اللي استخدمها جانيلو في مثال الجزيرة المثالية بيطلق عليها في علم المنطق جدال الخلف Reductio ad absurdum argument. الجدليات اللي من النوع ده بتكون على صورة: واحد، افترض مثال على صورة الحجة اللي بتحاول نقدها. اثنين، اتبع نفس نظم وتركيب الحجة الأصلية لاستنتاج نتيجة غير معقولة. ثلاثة، استنتج ان الحجة الأصلية لابد انها خاطئة لانها قادت لنتيجة غير معقولة. ومن هنا جانيلو جادل ان لو شخص ما حاول يقنعه باستخدام المنطق ده بوجود جزيرة مثالية وان وجودها لابد من التصديق فيه، لابد ان الشخص ده بيمزح او ما بقاش عارف مين فيهم الاحمق، جانيلو لانه هيصدق اثباته، ولا الشخص نفسه لانه بيعتقد انه قدم يقين على وجود الجزيرة المثالية. النقطة اللي عاوز يوصلها لك ان الجدلية ما بتثبتش فعلا وجود الجزيرة، لان من غير المعقول اننا نصدق في وجود الجزيرة المثالية دي. اذا لابد ان الجدلية فيها خلل، وبما ان جدلية أنسلم لها نفس التركيب اذا هي كمان فيها خلل. لكن طبعا القصة موقفتش هنا. أنسلم رد على جانيلو وقال إن على العكس من الكائن كامل العظمة، الجزيرة المثالية مش شيء من الممكن إن الواحد يكتشفه في تتبع منطق الجدلية. أنسلم يبدو إنه بيقترح إننا هنكون غير قادرين على إدراك وجود الجزيرة المثالية، لكن في حالة الله من المستحيل إننا ما ندركوش في العقل، أو بمعنى تاني إن الكائن كامل العظمة من المستحيل عدم استيعابه. لكن مش واضح بالظبط على أي أساس أنسلم جادل بالشكل ده في رده، وما زال فيه خلاف دائر بين الفلاسفة عن اللي قصده أنسلم في الرد.